وطبعا التطور الأبرز الليلة في بيروت هو التفاصيل الجديدة التي كشفتها القناة 12 الإسرائيلية حول الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت واحتمال استهداف هاشم صفي الدين المرشح الأبرز لخلافة حسن نصر الله. القناة الإسرائيلية أشارت إلى أنه تم استخدام عشرات الأطنان من القنابل في استهداف هاشم صفي الدين. والقناة 12 الإسرائيلية أيضا قالت إن القنابل اخترقت مكان تواجد هاشم صفي الدين تحت الأرض، فيما أكدت أن المؤسسة الأمنية في تل أبيب ترجح نجاح هذه العملية. كما أكدت مصادر العربية أن هاشم صفي الدين المرشح الأبرز لخلافة حسن نصر الله هو المستهدف في الغارة الإسرائيلية الضخمة على الضاحية الجنوبية، فيما أشارت مفادة العربية إلى أن القصف الأخير كان أعنف من القصف الذي استهدف حسن نصر الله. قبل ذلك قال مسؤولون إسرائيليون لإكسيوس إن المقاتلات استهدفت بغارات محددة صفي الدين المرشح لخلافة نصر الله، وبحسب إكسيوس كان هاشم صفي الدين في أكثر الملاجئ عمقا تحت الأرض، بينما لم تتضح حتى الآن نتيجة عملية الاستهداف. هذا ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أن هاشم صفي الدين كان يحضر اجتماعا مع كبار قادة الحزب تحت الأرض.